سأعرض لكم في هذا المقطع مجموعة كبيرة من المنتجات الرائعة والمفيدة من موقع علي إكسبريس. شاهد الفيديو حتى النهاية، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى لا تفوتكم أحدث المقاطع التي نقدمها. طورت شركة صينية ملحقاً خاصاً لعجلة القيادة مزودة بشاشة أوليد صغيرة يعرض عليها معلومات حول حركة السيارة وكذلك بيانات عن حالة المحرك. هذا الملحق مصمم لأي جيل من السيارات وإصدار أي سنة. كما يحتوي ملحق عجلة القيادة على مفاتيح يمكنك من خلالها تحديد أحد الأوضاع وعرض المعلومات، يتم تثبيته بكل سهولة وبدون أي تعقيدات، ويتوفر معه تعليمات مفصلة عن كيفية تثبيته وتشغيله. هذا المدفع الصغير سريع الإطلاق، مصنوع بالكامل من أجزاء ليجو، يطلق عليه ميني جون، ويجب ألا تخطئ في هذا الاسم. هذا المدفع قادر على إطلاق النيران بسرعة على العدو، فهو وحش حقيقي في عالم الرشاشات. تم تصميمه مثل الحقيقي تماماً، يمكن أن يصل معدل إطلاق النيران له إلى 2000 في الدقيقة. بالتأكيد لا يطلق الرصاص الحقيقي، لكن ما يطير من القصاصة يبدو وكأنه رصاص حقيقي. هذا المدفع له مقبض مريح وآلية دوارة، مما يجعل هذه اللعبة أكثر واقعية وأكثر متعة. وهذا ملحق جيد مانع للتسرب، تم تصميمه ليناسب أي حافلة أو زاوية أو مفصل، ويأتي معه صندوق مخصص لسهولة التخزين. هذا الملحق مصنوع من بلاستيك عالي الجودة وغير ضار بجسم الإنسان، ويمكن استخدامه مراراً وتكراراً. علاوة على ذلك من السهل تنظيفه. بمساعدة هذا الملحق يمكنك توفير قدر كبير من الوقت والجهد، فهو يقوم بكل أعمال غسيل اللحامات والتطبيق بأعلى جودة، ويؤدي ذلك بدون أي صعوبة. هذا الإسفنج المعجزة يقوم بمسح البقع عن أي سطح تقريباً دون الحاجة إلى جزء إضافي من المنظفات، فقط يكفي تبليل المنتج بالماء البارد حتى تتشبع الألياف تماماً بالسائل، ثم قم بإزالة الماء الزائد، ومن ثم يمكنك البدء في العناية بالأسطح ومحاربة الأوساخ. يجب على ربات المنزل أن تجرب هذا المنتج ولو مرة واحدة على الأقل، فمن الضروري تضمين هذا الإسفنج المعجزة في قائمة الأشياء الضرورية لتنظيف المنازل. تقريباً جميع المراجعات حول هذه الإسفنجة إيجابية، ونادراً ما يوجد آراء سلبية عليه، كما أنه يناسب حتى الملوثات غير المذكورة في التعليمات. على سبيل المثال يقوم بتنظيف الشحوم والرواسب من خارج المقلاة. غالباً ما يتم تصميم نجوم سماء الليل والأجسام الفلكية الأخرى في ساعات اليد. في بعض الأحيان تكون مجرد قرص يتم إنشاؤه مباشرة لتصوير سماء الليل المرصعة بالنجوم، وأحياناً تكون آليات فريدة بشكل لا يصدق، لا تدهشنا فقط بمظهرها ولكن بمهماتها. هذه تحفة مصغرة أخرى من ماركة الساعات والمجوهرات، حيث تم إعادة إنشاء نموذج حي للنظام الشمسي في علبة من الكريستال والياقوت والذهب الوردي، ويبلغ مقاسها حوالي 44 مليمترا، وتدور بداخلها 8 كواكب في النظام الشمسي باستمرار كما يحدث في الواقع. هذه الطائرة الهليكوبتر العملاقة لعبة تحكم عن بعد. هي لعبة عالمية تعمل من البطاريات ومن التيار الكهربائي، وغالبا لا يحلم بها الأطفال فقط ولكن أيضا البالغون. هذا هو السبب وراء عدم وجود قيود عمرية لهذه اللعبة، فهي مناسبة لجميع الفئات. المظهر الخارجي للطائرة الهليكوبتر يبدو وكأنها نسخة أصغر من الحقيقية، تعمل بنفس مبدأ التشغيل، وهي مصنوعة من مادة مقاومة للتأثير، مما يقلل بشكل كبير عدد الحوادث المخطط لها وغير المخطط لها، مما يطيل من عمر اللعبة. كان حلمي دائما أن أضع مرآة في الحمام توضح لي الوقت والطقس ومقاطع الفيديو، باختصار مرآة تعمل مثل الهاتف الذكي. مؤخرا ذهبت إلى قسم الأدوات في موقع علي إكسبريس وفوجئت بهذه المعجزة التكنولوجية، لكن للأسف باعوا بالفعل كل المرايا الذكية منذ عامين. لم يكن هناك نهاية لدهشتي، وبطبيعة الحال بدأت في البحث عن جميع المعلومات الممكنة على جوجل. في البداية اختفت تماما لدي الرغبة في حمل هاتف ذكي إلى الحمام، نظرا لأن هذه المرآة الذكية يمكنها فعل كل ما يقوم به الهاتف الذكي، فهي تعمل بنفس مبدأ الجهاز اللوحي المعتاد. ينمو الأطفال المعاصرون بسرعة فائقة، لذلك دائماً يطرحون متطلبات متزايدة لكل ما يحيط بهم. لم يعد أطفال اليوم مهتمين بالخيول الخشبية ودمى الدببة والدمى التقليدية، بل يجب أن تكون الألعاب تفاعلية ومتعددة الوظائف وذات تقنية عالية. تتعامل مع هذه المهمة بشكل مثالي هذه السيارة التي يتم التحكم فيها بجهاز لاسلكي. تتميز السيارة بتصميم أنيق للغاية، وهيكلها مصنوع من مواد مركبة عالية الجودة، وتم تصنيعها من مقياس 1 إلى 10، ولها أبعاد كبيرة نوعاً ما،
حيث يبلغ طولها حوالي نصف متر ويبلغ وزنها 500 جرام. هذه اللعبة مصممة لمحبي الانجراف والسرعة العالية. هذه زجاجة ماء جديدة يمكن طيها ووضعها في جيبك، فهي تحتفظ بشكل قوي ومستقر وتتحمل الضغط، ويمكنها الوقوف على الطاولة، وعند ثنيها فقط تحتاج إلى بذل القليل من الجهد. تم تصنيعها لكي لا تتحول إلى كيس بشع عندما ينخفض مستوى السائل بداخلها. وفقاً للمطورين، تم تنظيم الهيكل المطوي وفقاً لنفس مبادئ الأوريغامي، أي فن طي الورق. هذه المادة ليس لها طعم ولا رائحة، كما أنها قابلة لإعادة التدوير. قدمت إحدى الشركات المشهورة في هونغ كونغ حداثة جديدة متعددة الوظائف، عبارة عن مصباح يدوي لا يمكنك من خلاله إضاءة الطريق إلى المنزل فحسب، بل أيضاً إشعال الحرائق وحتى تسخين الطعام. يكمن جوهر هذا الاختراع في استخدام عدسة تركيز مقاومة للحرارة مع عاكس قوي وبطارية ليثيوم أيون. لبدء إشعال النار، من الضروري أولاً تشغيل المصباح اليدوي إلى أقصى وضع على العشب الجاف أو الأغصان الصغيرة، وتستمر في ذلك لبضع ثوان. إذا قمت بتثبيت المصباح في وضع عمودي، يمكنك أيضاً تسخين كمية صغيرة من الطعام عليه وحتى طهو البيض المخفوق. سألفت انتباهكم إلى نعال رائعة وغير مألوفة للغاية بعشب حقيقي. يكفي ارتداء هذه النعال مرة واحدة فقط، حينها سيمكنك الشعور بالوحدة مع الطبيعة على مستوى اللاوعي. تم صنع هذه النعال بعشب طبيعي ليكون صديقاً للبيئة. هذا اكتشاف حقيقي لأولئك الذين يحبون التحرك على العشب الأخضر أو الاستمتاع بأحاسيس اللمس عند المشي على العشب، فهو يصنع إحساساً لطيفاً باللمس أثناء المشي. وهذا سخان مياه متدفق يتيح لك توفير الماء الساخن على الفور والاستمتاع بمزايا التقديم التكنولوجي. حتى عند انقطاع الإمداد المركزي بالمياه الساخنة، تقوم شاشة العرض الرئيسية بإعلام المستخدم بدرجة حرارة تدفق الماء عند المخرج، وهذا الأمر يساعد على تجنب الحروق وتنظيم درجة الحرارة بدقة عن طريق تعديل معدل تدفق المياه. يتم تثبيته بشكل سهل وسريع، ولا يتطلب أي مؤهلات عالية، ويتم تضمين كافة الملحقات المطلوبة للتثبيت معه، ويتيح لك الاستهلاك المنخفض للطاقة استخدام الجهاز بشكل مستمر دون المساس بميزانية الأسرة. تبدو تعديلات تسلا بوكس مود شائعة بشكل واضح نظراً لوظائفها الواسعة وجودة وقوة منتجاتها وأصالة التصميم من بين كل الصحف الإلكترونية المبتدئة والمحترفة، كما أنها تتميز بأسعارها المغرية والتي ترضي حتى مدخني السجائر الإلكترونية الأكثر تطلباً. تم تزيين جانب مصدر طاقة السجائر الإلكترونية بنمط تفصيلي بإضاءة خلفية خاصة به، وتلمع الإضاءة الخلفية بألوان مختلفة مع علامة زائد. يمكنك من خلالها تغيير الإعدادات بشكل مستقل وضبط كل شيء حسب ذوقك. كثير من الناس لديهم عادة لف الخاتم على أيديهم، وللقيام بذلك بشكل أكثر ملائمة مع الحلقات الدوارة الخاصة، ظهرت حلقة مصممة بشكل مثير للاهتمام تشبه المحمل، ويمكنها أن تدور ولا تبدو وكأنها خاتم مصنوع بأسلوب ستيم بونك. تتمثل إحدى مميزات هذه الحلقة في وجود 6 عجلات تروس تعمل مع 2 من رفوف التروس التي تتحرك بشكل متزامن بالنسبة لبعضها البعض. وهذا الخرطوم المعجزة من متجر صيني يمتد طوله بين 5 إلى 15 متراً، ويمكن توصيله بكل سهولة، وهو خرطوم يدوي متعدد الوظائف والاستخدامات ومناسب لمعظم المهمات المنزلية. ونظراً لمميزاته، فهو مناسب لأخذه معك في أي مكان تريد. المجموعة تحتوي على جميع الحوامل الضرورية، خرطوم مريح سهل الاستخدام والتخزين، عند استخدامه لا تحتاج إلى القيام بأي شيء خاص لتصريف المياه في حالة عدم وجود ضغط، يعود الخرطوم إلى موضعه الأصلي ويدفع كل السائل إلى الخارج. شكراً لكم على مشاهدة الفيديو. اخبرونا في التعليقات أي من تلك المنتجات تريدون أن تقتنوها، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا.